وللحديث حول هذه الذكرى الوطنية الغالية يسعدنا أن نستضيف في استوديو مركز الأخبار الكاتب في صحيفة البلاد الأستاذ إبراهيم النهام. نرحب بك مجددا بالطبع أستاذ إبراهيم. كيف تقرأ ما حققته مملكة البحرين منذ 18 سنة وحتى اليوم، أي ما بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني؟ جلالة الملك حفظ الله ورعاه قبل 18 عام جاء للبحرين والمنطقة والعالم بمشروع إصلاحي ناهض جديد يمثل طموح ملك. اليوم نحن بعد 18 عام نحن وأبناؤنا وأحفادنا نعيش هذه النجاحات المتتالية التي استطاعت مملكة البحرين برجالاتها بنسائها بأبنائها أن يقفوا جميعا خلف راية جلالة الملك وخلف راية الوطن لكي يحققوا هذه النجاحات. نرى اليوم حرية تعبير غير مسبوقة في البحرين، ونرى تواجد مشرف للمرأة البحرينية في رأس هرم القيادات الوزارية، في رأس هرم السلطة التشريعية، في رأس هرم الجمعيات المهنية والجمعيات السياسية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك البحرين اليوم تعيش حالة من الانفتاح غير مسبوق على الصعيد الاقتصادي، تعيش الانفتاح غير مسبوق على صعيد الصحافة وعلى صعيد حرية الرأي والتعبير. البحرين بالرغم من شح مواردها وثرواتها وشح الأراضي فيها الصالحة للزراعة استطاعت اليوم أن تحقق النجاحات المتتالية والإصلاحات المتتالية والتي تنضوي جميعها تحت مظلة مشروع جلالة الملك الإصلاحي. مشروع جلالة الملك الإصلاحي لم يكن وثيقة سياسية بقدر ما كان خارطة حياة للبحرين ولأهل البحرين. وعلي أخي الفاضل اليوم نحن من خلال متابعتنا لما ينشر في السوشيال ميديا في التلفزيون البحرين وفي الصحافة المحلية وفي المجالس ما نسمع ما يتردد في المجالس أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية التي مرت فيها البحرين والتي مرت لأسباب يعني نحن لسنا في مقام الحديث عنها، إلا أن البحرين وبفضل جلالة الملك بعد الله عز وجل ومشروعه الناهض والنهضوي وبفضل إصرار الشعب وتماسكه ولحمته ووعيه لما يجري حوله استطاعت هذه الظروف المتواكبة أن تحقق نجاحات وأن تدفع بالمملكة لأن تكون اليوم في صدارة الممالك الدستورية العريقة في المنطقة والعالم. نعم أستاذ إبراهيم، هذه الوثيقة الوطنية المهمة وثيقة ميثاق العمل الوطني بفصولها والمنبثقة بالطبع عن رؤية جلالة الملك المفدى والتي صوت عليها شعب البحرين بنسبة عالية جدا، هذه الوثيقة إلى أي مدى ممكن أن نعتبرها مرجعا أساسيا للتغلب على التحديات التي نواجهها، أي نوع من التحديات سواء اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية؟ أخي الكريم، مشروع جلالة الملك الإصلاحي ميثاق العمل الوطني ميثاق من ذهب نفس ما أطلق عليه هذا العام إعلاميا، هو في الواقع الأمر يمثل مرجعية سياسية واقتصادية واجتماعية لعموم أبناء شعب البحرين. خير الدليل على ذلك أنه حين مرت البحرين بأحداث 2011 المؤسفة قدم المشروع الإصلاحي التحديثات المتطورة بتوجيه من جلالة الملك والذي كان مصرا حتى اللحظة على أن ينجح هذا المشروع، مثل مؤتمر التوافق الوطني، وجاء من بعده سلسلة من الإصلاحات الدستورية المتتالية. هذه الأمور حين نجمعها في كف الميزان نرى بأنها تعكس نضوج المشروع وإصرار جلالة الملك على إنجاحه، وكذلك أن المشروع هذا يمثل صمام أمان شعب البحرين. المشروع هذا أعطى المواطنين حق حرية التعبير، تشكيل الجمعيات السياسية، تشكيل الصحف المستقلة وما إلى ذلك من أمور. مشروع جلالة الملك الإصلاحي هو مشروع نهضوي ومتطور، ولكن يجب أن يكون في ذات الوقت أو بالتوازي يجب أن لا يكون هناك استغلال لسقف حرية التعبير وللأرضية الخصبة التي يقدمها هذا المشروع للناس. وللحياة. أستاذ إبراهيم النهام الكاتب في صحيفة البلاد، شكرا جزيلا لك، شكرا على حضورك.